ما معنى اسم بثينة؟ بثينة اسم علم مؤنث ذو أصول عربية، وهذا الاسم تصغير لبثنة، وهي الأرض اللينة السهلة والخصبة والتي يكون السير فيها يسير، ويعني أيضا الرمال الناعمة. ويطلق أيضا اسم بثينة على الأرض الخضراء الخصبة، ويطلق على المرأة الجميلة الحسناء البيضاء اسم بثينة. اسم بثينة من الأسماء الطيبة التي لا تسيء إلى الدين الإسلامي في شيء، فهو لا يحمل أي كراهية أو عنف، كما أنه لا يدعو لعبودية غير الله الواحد الأحد، لذلك لا يوجد شبهة تحريم لهذا الاسم، وهو صالح للبنت المسلمة والمسيحية على حد سواء. البنت التي تملك اسم بثينة تملك الكثير من الصفات الطيبة والخصال الحميدة، ومن هذه الصفات أن حاملة اسم بثينة هي فتاة رقيقة المشاعر، طيبة القلب، ذات أحاسيس مرهفة، محبة للغير ولا تحمل أي كراهية. تتميز بالأنوثة وتهتم بمظهرها وجمالها، فهي دائما مشرقة وجميلة، وتتميز بالقلب الطيب والحنون، وعطوفة تحب جميع أصدقائها. أما بالنسبة لحياتها فهي ابنة مطيعة تضبط انفعالاتها، وبنت ممتلئة بالنشاط والحيوية والطبيعة، كما أنها تحب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. هي من النوع الذي يشعر بالملل وتكره الروتين والتكرار، فهي تحب التجديد والتنوع. بثينة التي تغنى باسمها الشعراء لا يحق أن يتم تدليلها؟ طبعا نعم، ومن أسماء الدلع لها بسبوسة، بسبس، بسبيسو، سوسو، سينا، وبيسو.